صرحت مصادر في المعارضة اليمنية للجزيرة بأنه تم الاتفاق على أن تلتقي المعارضة مع الحزب الحاكم في منزل عبد رب منصور هادي نائب الرئيس اليمني. وأضافت المصادر أن السفراء يمثلون دول الخليج والولايات المتحدة وعددا من الدول الأوروبية سيرافقون مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر إلى مقر الرئيس علي عبد الله صالح للحصول على توقيعه على المبادرة الخليجية، وبعدها ستقوم المعارضة والحزب الحاكم بالتوقيع على آلية نقل السلطة. وقع لم يوقع سيوقع، تلك هي حال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح منذ ولادة المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن. لكن الأنباء عن التوقيع جاءت هذه المرة من طرف مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر الذي أعلن جاهزية الأطراف المعنية للتوقيع على آلية تنفيذ المبادرة. مفاوضات التوقيع كانت لا تزال جارية مع الرئيس، وبحسب المعلومات المتداولة في اليمن فإن صالح سينقل سلطاته إلى نائبه على أن تجري الانتخابات الرئاسية التوافقية خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع، في حين تبدأ الفترة الانتقالية الثانية من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات ولمدة 2 عامين، بحيث تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية والاستفتاء على دستور جديد. من سمع بنبأ الاتفاق ظل يحذر من تقلبات الرئيس اليمني الذي أكد في السابق ومرارا موافقته على المبادرة، لكنه اشترط الاتفاق على آلية التنفيذ. أما في أوساط الثوار فذهب الأمر إلى أبعد من حدود التشكيك، كان الرفض جازما لمنح الرئيس أي ضمانات، وكان العزم معقودا على مواصلة الثورة مسيرها حتى النهاية. لن نوافق على المبادرة الخليجية لأن دماء الشهداء تدفعنا لذلك، دماء الشهداء تدفعنا أن نسقط هذا النظام ونقدم كل من سفك الدماء اليمنية للعدالة. سنمضي في ثورتنا، سنحاكم لا عبد ربه ولا غير عبد ربه. المبادرة تريد تحويل ثورتنا من ثورة إلى أزمة، وبالتالي إفراغ هذه الثورة من محتواها، وبالتالي كان موقفنا واضح وصريح أننا لسنا معنيين بهذه المبادرة ولسنا طرف فيها. وفي وقت خرجت فيه مسيرات حاشدة في بعض المدن اليمنية ترفض أيضا أي تسوية، كانت وسائل الإعلام الرسمية والمواقع المقربة من نظام الرئيس صالح تتجاهل الحديث عن اتفاق وشيك بشأن المبادرة. فتداعيات الرفض هذه المرة قد تكون مختلفة عن السابق بحسب المتابعين للملف اليمني الذين يتوقعون في حال فشل هذه المحاولة أن يرفع المبعوث الأممي تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي ليباشر اتخاذ إجراءات وصفت بالقاسية والوخيمة تجاه الجهة المتسببة بالفشل الأخير للمبادرة الخليجية.